السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال كلية الطب وفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مادة مختلفة بقى وفي الشكل بتاعها كده عن باقي المواد كلينيكال اللي عملناها قبل كده في القناة، اللي هي ظاهرة عندكم هتظهر لكم في الاي هنا، رمد وجراحة واني تي، وهي مادة السايكاتري او الطب النفسي. ليه المادة دي مختلفة شوية عن كل المواد اللي عملناها قبل كده؟ لان المادة ديت تحس كده كان عندي فضول كبير قوي ان انا اعرف هو المادة دي بتتكلم عن ايه، هو الامراض النفسية دي موجودة فعلا، والناس اللي هي المجانين بقى والكلام اللي هو الشعبي اللي بيتردد والاكتئاب والحاجات دي، انا كان عندي فضول كتير قوي قبل ما يعني، وهو انا درستها في سنه 5، فاللي هو 5 سنين عايز اعرف ايه الحاجات ديت بالظبط. وبرده كان عندي تطلع اللي هو ايه وما لقيتهوش في الماده، يعني اللي هو التاريخ، طب مثلا الامراض دي مثلا قبل 100 سنه مثلا، قبل ما يكتشفوا العلم ده اصلا، يعني كانت الناس دي بتصنف تحت يعني صنف ايه بالظبط؟ الناس اللي عندها باي بولر، الناس اللي عندها انفصام، الناس اللي عندها اكتئاب، فاللي هو ما اعرفش. وبرضه ما حدش جاوبني على الاسئله دي الحمد لله في الرهن، او انا اللي ما دورتش عليها يعني. وبرضه حاجه مهمه وخطيره قوي، انا مش شيخ، بس اللي هو هما ليه دايما العلم مجرد، يعني اللي هو ايه عندك 5 سيمتومز من 10 انت شخصت اكتئاب، ايه هما بقى الخمسه؟ النوم والاكل والطاقه بتاعتك واللوس اوف انترست والتشينج اوف مود واللو مود، يعني في مثلا علاقتك بربنا مش حلوه مثلا، ليه الحاجات دي ما بتتحطش؟ ليه بيعاملوا البني ادم كانه جسد كده، فيزيكس كده بس، ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالسول بتاعتك بقى والروح والكلام، لا ما فيش، ده مش موجود خالص. والمشكله ان ده بيتطبق عندنا في الدول بتاعتنا، اللي هو انتوا واخدين العلم، احنا واخدين العلم في السايكاتري منهم وما بنفلترش حاجه وبنطبقه علينا بس. الحاجات دي كلها محتاجه مني تفسير او محتاجه اجابات. في حد هيقول لي لا، اما الامراض النفسيه دي كلها كيمياء، هو مين اللي قال ان الامراض النفسيه كلها كيمياء؟ الامراض النفسيه لما تيجي تفتح الكتاب اللي انا هقول لكم عليه، يعني الكتاب اللي احنا بنذاكر منه، الكتاب كله ثيوريز، الكتاب كله ثيوريز، مفيش حاجه كده ابصم عليها ان هي دي سبب الاكتئاب. بيقولوا السيروتونين الدوبامين اللي مش عارف ايه ايه ايه، بس يقول لك في الاول ثيوريز اوف ديبريشن، ثيوريز اوف باي بولر. طيب طالما هي ثيوريز، طب ليه ما تفكرش في الجانب الروحي معاها؟ ما اعرفش، انا بدردش معاكم يعني، والفيديو ده هيبقى شكله مختلف شويه عن باقي السلسله يعني بتاعتنا، بس هقول لكم برده التفاصيل بتاعت الماده دي بعد المقدمه الجميله اللي انا قلتها. فيلا نبدا. بالنسبه للكتب بتاعتها، فالكتاب اللي احنا استخدمناه هو كتاب فيرست ايد، هو كتاب معادله، واول مره تقريبا نستخدم كتاب معادله بالشكل دوت، بس هو كان ابديتد كويس قوي على كرايتيريا اسمها دي اس ام 5 كرايتيريا، فدي اخر حاجه كانت نازله يعني، مش عارف 2013 ولا ايه، دي اخر حاجه. فالكتاب ده احنا استخدمناه، وعلى حسب برضو الجامعه بتاعتك، وعلى حسب اصلا انتوا لو بتدرسوها ولا لا، يعني بعيدا عن الجانب ده خالص. بالنسبه للشروحات واليوتيوب، ففي ناس كتير قوي شرح على اليوتيوب، منهم دكاتره بتشرح للمعادله، هحط لكم اللينكات، لان انا اصلا مش عارف اسماء القنوات عامله ازاي، بس انتوا عموما لو كتبتوا مثلا ميجر ديبريشن ديس اوردر شرح، هيجي لكم ناس بتشرح بالعربي. وفي دكتور من طب الزقازيق تقريبا اسمه اسامه يوسف، تقريبا اسمه اسامه يوسف، ده ريكوردات موجوده على التليجرام، برضه هحط لكم اللينك لو ما عرفتش، اللي محتاج هيبعت لي يعني. اسمه اسامه يوسف ده روعه روعه بجد في السايكاتري، في طب الزقازيق، وبيشرح على دي اس ام 5. انا مشكلتي كانت في الدكاتره ان هم ساعات يشرحوا على كرايتيريا قديمه، او يبقوا الفيديوهات قديمه، او المنهج اللي عندهم قديم، فما بعرفش ان انا افسر اللي في الكتاب اللي انا مطلوب مني ده. فلما لقيت الناس اللي بتشرح المعادله واسامه يوسف عجبوني جدا الصراحه. ماده لطيفه لذيذه جدا يا جماعه، مش هتحتاجوا فيها اكتر من كده، وهي اصلا درجاتها بتبقى بسيطه في اغلب الجامعات، فالعملي والنظري والام اس كيو والحاجات دي كلها ما بيخرجش خالص عن الكتب والمذاكره اللي انتوا بتذاكروها، فما تقلقوش جدا. بالنسبه للحضور والعياده، العياده بتاعه السايكاتري عياده ايموشنالي جدا، ايموشنال قوي لاقصى الحدود. فلو واحد كده يعني، كنا ساعات يعني في بنات هيعيطوا معانا بقى ونتاثر مع العيانين، والعيانين يفضلوا يحكوا حاجات واكتئاب وانفصام وذهان حاجات كده، اللي هو تحس ان انت فاهم الحمد لله يعني الذي عافانا، وبتعرف قد ايه نعمه العقل انت
عندك نعمة ما حدش حاسس بيها خالص. عارف قد ايه نعمة ان انت بس مجرد انت عايش يومك طبيعي ما عندكش اي مشاكل كده، اللي هو دي نعمة كبيرة قوي والله، الواحد ما حسش بيها غير لما شاف العيادة دي، سبحان الله يعني. ربنا بجد يعني يكون في عون كل الناس اللي بتعاني من اي امراض عموما نفسية او اي امراض تانية، ويشفي الجميع ان شاء الله. تقريبا يعني مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده، لان هي برضو مادة مش الحاجة الجامدة قوي بس. واللي عنده اي سؤال سيبه لي في كومنتات، وهسيب لكم لو لقيت لينكات برضو في الاول كومنت ان شاء الله او في الديسكريبشن. ودمتم مكافحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محدش هيهتم بفشلك، لكن ملايين هيهتموا بنجاحك. ملايين هتتحول قصتك بالنسبه لهم لالهام ومصدر أمل.